القداس الأب يعقوب عيد كاهن الرعية المارونية في الأرض المقدسة، القداس الاحتفالي بمناسبة ذكرى مرور 45 عاماً على إعلان مار شربل قديساً، وذلك في كنيسة ودير مار شربل ببيت لحم بحضور خدام الهيكل والفرقة الموسيقية وحشد من أبناء الرعاية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عجفونك حبة البخور، يا شربل احمينا احمينا. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عجفونك حبة البخور. احتفلت الرهبانية اللبنانية المارونية بالذكرى 45 لتقديس القديس شربل في كنيسة ودير مار شربل القريبة من كنيسة المهد في بيت لحم. حيث ترأس الأب يعقوب عيد كاهن الرعية القداس الاحتفالية بهذه المناسبة بحضور أطفال خدام الهيكل والمؤمنين والجوقة التي أحيت القداس. القديس شربل هو رمز الوحدة، فشخصيته مثل معجزات لا حدود لها جغرافيا ولا دينيا، فهو يحظى بشعبية كبيرة، فاختاره الله ليكون قديسا وشفيعا للعالم، فهو طبيب الفردوس يداوي المرضى دون علاج، فبالإيمان يحيى الإنسان ويشفى بشفاعته. كل سنة وانتو سالبين، اليوم كان عيد مار شربل، جينا على كنيسة مار شربل اللي في بيت لحم، كانت المزبوط كتير حلوة، القداس الحضور كان كتير مميز، إن شاء الله يا ربي ينعاد على الجميع بكل خير، وكل سنة وهم مسلمين كل واحد اسمه مار شربل، وإحنا بنتمنى إنه مار شربل يكون شفيعنا ويعطينا كمان مش بس الطب والسلام كمان. وبعد القداس أقيم احتفال بمناسبة ذكرى التقديس 45 بحضور الأب يعقوب والراهبات والمؤمنين. فأحنا أيها الآب القدوس أن نحيي ذكرى القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا لنا الآن وإلى الأبد، آمين. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة مار شربل بيت لحم.